I'm really very happy and honored أنا جد سعيد وفخور لكوني أستلم وللمرة الرابعة جائزة ما وراء النجاح، وأهدي بهذه المناسبة هذا التتويج إلى روح والدي الكريمة إلى الجزائر وإلى مدينة بالبيض. بهذا التقدير الكبير تسلم البروفيسور أحمد يماني مؤسس ومدير عام معهد يماني للتكنولوجيا جائزة ما وراء النجاح من طرف الكونفدرالية العالمية للشغل بمدينة ميامي الأمريكية نهاية شهر جويلية الفارط، نظير تكوينه 800 مهندس في تخصص تفتيش المنشآت الصناعية بمقاييس عالمية. كوننا ما يقارب 759 مهندس مختص. الدخل الشهري نتاعهم قبل ما يتكونوا كان ما يقارن 1,890,000 دينار. عندما تكونوا واصبحوا يعني على رأس العمل أصبح الدخل الشهري 79 مليون دينار، معناها 7,900,000,000 سنتيم يعني شهريا. ولتطوير أداء المعهد وفتح تخصصات جديدة ما زال طلب توسعة المعهد بالمدينة الجديدة يراوح مكانه منذ سنة 2014. قدمنا طلب في مشروع المدينة الجديدة وعطاونا يعني ما يقارن يعني قطار و800 متر مربع، لكن للأسف يعني المشروع هذاك أو ضاع يعني ما عرفنا وش وقع له. فإلى متى تبقى الكفاءات الوطنية والجزائرية تعاني التهميش في وقت تفتك فيه جوائز حصرية على المستوى العالمي؟